أهلا بكم من جديد. ارتفع مؤشر البحرين العام 18 نقطة المئوية عن معدل الإقفال السابق، فيما شهد مؤشر البحرين الإسلامي زيادة 22.64 نقطة عن الإقفال السابق، كما بلغ متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع 75 صفقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,775,712 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4,047,500 سهم نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 374 صفقة. كما تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وحافظت باقي الشركات على أسعار إقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المستثمرين، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع البنوك التجارية. أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة، في حين احتل المركز الثاني شركة ألمنيوم البحرين ألبا. والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.